الرياضة السعودية. نعود للحديث عن مانشيتاتنا قبل قليل. أبو يزيد أبدأ من عندك، استعرضنا عدد من المانشيتات، يعني بعضها تكلمت عن الديربي وبعضها تكلمت عن الهلال وتأهل الهلال وأيضا مطالبات الهلاليين بتفريغ لاعبي الهلال، وبعض المانشيتات أشارت إلى موضوع الديون في بعض الأندية على سبيل المثال النصر والاتحاد. لو سألتك من أين تبدأ؟ حقيقة اليوم يعني كل العناوين تدور حول حدث معين تقريبا، يعني يمكن تأهل الهلال ويمكن أبرز حدث الآخر إضافة لتأهل الهلال هي ديون الأندية، تحديدا نادي النصر وقضيته مع فلامينغو البرازيلي. يعني هذه القضية اللي بالفعل ما زالت حديث الساعة حتى الآن، وعلى إثرها تقريبا تم إعفاء الأمين العام لنادي النصر الأستاذ سلمان القريني بقرار من هيئة الرياضة. هذا الأمر أستاذ بندر يدعونا للعودة إلى أصل القضية، قضية نادي النصر مع نادي فلامينغو وهرنان يمكن قبل أكثر من سنتين. أنا أعتقد أن الوقت اللي أخذته هذه القضية أخذ أكثر من اللازم، خاصة إذا ما علمنا أو ما سمعنا تصريحات وأخبار في السابق أن إدارة الأمير فيصل بن تركي تكفلت بهذه الصفقة تماما. طبعا كلنا يعلم بأن الأمير خالد بن فهد العضو الشرف المبتعد هو من تكفل بهذه الصفقة، ولكن تم صرف مبلغها في 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 مواضيع اخرى. تبقى طبعا نادي النصر مع فلامينغو برازيلي، كان هنالك مشكله حسب ما اعلن بشكل رسمي، حسب ما اعلن كان هنالك مشكله في ارقام الحساب، لكن السؤال يطرح نفسه، اذا كان المبلغ موجود كما ذكر الامير فيصل بن تركي في اكثر من مناسبه انه متكفل بهذا المبلغ، لماذا يعني اكثر من علامه استفهام يطرح تحدث مثل هذه الضجه وتحدث مثل هذا الخطا الكارثي الذي يعني بالفعل انا اعتبره اساءه بحق الكره السعوديه وبنادي النصر. يعني كما ذكر معالي الاستاذ تركي آل الشيخ في احد البرامج الفضائيه كشف هذا الموضوع بان هنالك خطاب تم في كشف فيه عدد من الملابسات وعدد من المغالطات، حقيقه كانت صدمه كبيره جدا للجمهور النصراوي، خاصه يعني أنا نتكلم بصراحه ان قضيه خطاب الفيفا اثير من قبل بعض الاعلام القريب من البيت النصراوي بان الموضوع يتعلق بقضيه عوض خميس ونادي الهلال وشيك السلفة اللي اثير في هذا الموضوع، لكن تفاجأ الجمهور النصراوي بان الامر ليس كما صور من بعض الاعلام النصراوي القريب من الاداره النصراويه. كانت صدمه كبيره جدا. الان القضيه باختصار كانت من اجل تقسيط المبلغ. يعني الى هالحد، إلى 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 هذه الدرجة يستغفل الجمهور النصراوي من قبل يعني القريبين من البيت النصراوي، وكأن الأمر يعني وكأن الأمر يعني لن يخرج يوم من الأيام. لا، الآن انكشفت الحقيقة. القضية كانت مبلغ هرناني، كان النصراويون يحاولون أن يجزوا المبلغ أو يقصدوا المبلغ. الآن الاتحاد الدولي الفيفا أرسل خطاب أمس، وكلنا قرأنا هذا الخطاب تقريبا، كان بما معناه أن الاتحاد السعودي رد على الخطاب نادي النصر أو استفسار نادي النصر بأن كل ما ذكر في الخطاب اللي أرسل للاتحاد الدولي غير صحيح، ما عدا تقريبا إيقاف حساب نادي النصر بحكم قضائي، وهذا معروف من زمان من أكثر من سنة. يعني اللي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب الإدارة النصراوية. بالضبط، الإدارة النصراوية هي المسؤولة أمام الجمهور النصراوي. يعني الآن القضية تشعبت، الآن الاتحاد الدولي واضح خط، يعني واضح رده، واضح ما في خيارات، في خيارين فقط، يا تتفاهمون مع النادي البرازيلي اذا قبل بتقسيط المبلغ او تسددون، اذا لا هذه ولا هذه في اجراء يعني عقابي حيتم على نادي النصر. نعم. هذه مصيبه، يعني نادي زي نادي النصر الان يفترض ان يتعلم من نادي الاتحاد، يعني نادي الاتحاد خصم منه 3 نقاط اثرت في مشوار المنافسه. الان اللي جاء العنوان المشت في صحيفه الحياه سيناريو الاتحاد يرعب النصراويين، يعني بالضبط. ما انطبق على الاتحاد ربما يحدث في النصر. بالضبط. وبعدين يا استاذ بندر يعني مساله ان هنالك اخطاء وهنالك رقم حساب وهنالك يعني الان في جريده الرياضي ضرائب على هرناني، من اوصل النصر لهذه المرحله؟ المبلغ كان مبلغ يعني متفق عليه في السابق. الان مع التاخير هنالك يعني نظام زي ما تقول يعني دفع غرامه في حاله تاخير، وصل المبلغ الى مبلغ اعلى من المبلغ المتفق عليه. طيب. من المسؤول الآن؟ يعني نادي النصر لو تعرض العقوبة الآن إدارة النصر مطالبة بسداد المبلغ أو يعني إعلان موقفها بشكل رسمي أنها غير قادرة على سداد هذا المبلغ، وبالتالي تحت الفرصة لغيرها من يعني من أعضاء الشرف اللي قادرين على سداد المبلغ. طيب خلينا بس